هو عزك يا ثنائيتي. الفيس هذا لازم يضحك، تخيل انك ما تضحك. ابو حامد ماذا جميل هذا. ابو عاد سندي والله. ابو حامد. واحد من الشباب يقول انك تشبه في البثنوف، قلت له الله يعز حاتم. ابو عاد سندي والله. النظره ترى والله صدق خالد اذا ما تدري ترى والله يقول زمان انه ما تقبل نواف. ما تقبل نواف؟ حاتم هو. ليه نواف؟ الخبر الاسبوع اللي راح مدري الاسبوع ذا مع سالم. يوم الاثنين حق الوقف من بداية الحلقة نواف يوم جاء خلاص أنت الحلقة قال ألف مبروك حاتم إبراهيم بفمين وممشي طبعا نواف طب خلني أحس إني أنا فزت قل اسمي طيب ما فزت إيش تسوي فزت فهمت الحين فهمت لي والله ما فهمت نسلك إيه الحين ما تقدر إيه استوعب الحين ما تقدر تقول لي ارجع أمس والكلام وأمس أمس أمس سوينا تونا الباب الباب وزعيد أنا البارح هو يقصد إن فقرة الطبخ خمس قبل يومين إن نواف كان يطبخ هنا يوم جاء نواف يطبخ وفاز جاء قال مبروك حاتم حاتم نايم اسمه صوته نايم قلت الله يسلم النقاط سجلت بس ولا راح ترى والله ما عادها من الى عبد الله بن كرمان يكتبها الحاتم هي لك انا علمه 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 انت الحين لا تكفى القى شي رصيد ينقص ويزيد ذا اخذ بطايق الذهبيه له 3 اسابيع اضر النقاط اللي اخذها يروحون يحطونها عنده بس لازم يركزون يا نو لازم يركزون التوفايف انت ذاك اليوم تقول قاعد تحرص من اول يوم خل التوفايف هذا اظنهم يحسبونك حاتم لان ذاك اليوم في التوفايف حاتم راقد الى العشاء انا متاكد ذاك اليوم فجاه حط اسمه حط وش اتفقنا شفتها تلبس 16 ساعه 8 ساعات انا 8 ساعات شفت مساج لا تلبس نواف لا تلبس دي ما طلالي اي عشان ما نقطع العلاقه مره يرحم والديك خالد اصدمك خالد حبيبي الله يحبب بيا خلاص القبل صفر انت من عين اقسم بالله انه جمع يقول ما جمع الا وفق يا اثنين القلوب اصحى قال القبول صبر تفضل الله وان قال فاضل تدري ايش المشكله فيه تو احمد قابلي دانس